التطبيقات الكتابية أنجز على دفتري. أولا أصرف حسب الجدول. المضارع أنت تغتسل، أنت تغتسلين، أنتما تغتسلان، أنتم تغتسلون، أنتن تغتسلن. الأمر أنت اغتسل، أنت اغتسلي، أنتما اغتسلا، أنتم اغتسلوا، أنتن اغتسلن. ثانيا استخرج مما يلي ما أملأ به الجدول. إذا هبت الريح الباردة ابتهج يا فلاح واستعد للزراعة، وإذا هطلت الأمطار وسالت الجداول ازرع بذورك. جمل مبدوءة بفعل أمر. الجملة الأولى ابتهج يا فلاح. الجملة الثانية استعد للزراعة. الجملة الثالثة ازرع بذورك. ثالثا أحاكي الأسلوب الآتي: ما أطول رحلة الماء في الطبيعة، وما أسعدنا بهذه النعمة، ما أجمل الورود في الحديقة، وما أطيب روائحها. رابعا أضع كل كلمة في المكان المناسب: ذابت، أذابت، جمعت، تجمعت، أذابت الشمس الثلوج، ذابت الثلوج فجرت الأنهار، تجمعت السحب في السماء، جمعت البحيرة ماء كثيرا.